بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السادة الوزراء المحترمون، السيدات الوزيرات المحترمات، نعود لنحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه، سائلين ربنا مزيدا من فضله وحفظا من كل سوء لبلدنا ولملكنا ولشعبنا، وأن يعيننا الله سبحانه وتعالى على ما تبقى من أيام هذا الشهر الفضيل، وأن لا يحرمنا أجر القيام في لياليه، خصوصا هذه العشر الأواخر التي سرعان ما ستنقضي، وخصوصا أن لا يحرمنا فضل ليلة القدر إن شاء الله الرحمن الرحيم. إن ربنا على كل شيء قدير. ونستهل مجلسنا لهذا اليوم بالاطلاع على مشروع ظاهر شريف يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وبالنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف وكتاب الضبط وباسم أحكام خاصة، وذلك تمهيدا لعرضه على مجلس وزاري مقبل. فليتفضل السيد الوزير مشكور.